انا بعتقد انه اكيد ما في امكانيه للفصل ما بين الشان السوري والشان اللبناني بشكل نهائي وحاسم، انما اللي كان يسمى سين سين بفتره برايي هو مرتبط ب يعني حقبه تاريخيه صارت ورانا. اذا اليوم بده يصير في توافق على لبنان اقليميا هو سين الف، يعني سين ايران، لانه ايران طرف اكثر تاثيرا بالساحه اللبنانيه من النظام السوري وحضورها اساسي كمان بسوريا نفسها، والتطبيع العربي مع سوريا يرتبط بموضوع الكبتاغون، يرتبط بقضيه اللاجئين، يرتبط بمحاوله سعوديه للقول انه الاخ الاكبر يعني الرياض صار مسؤول عن لم الشمل العربي وبيطوي صفحة الثورات والانتفاضات الشعبية والتوق الديمقراطي. انا بعتقد يعني عم تابع شوية تحضيرات لبروكسل وعلى تواصل مع بعض اللي عم بيحضروا جوانب من اجتماع بروكسل. الاعتقاد السائد هو انه لبنان بده يستخدم مسألة اللاجئين ليطلب مساعدات، والمساعدات اذا كانت للاجئين ينبغي أن تمر بصناديق يعني مضمون إدارتها ونزاهة إدارتها. وفي مشكلة بموضوع اليوم باستمرار في حملات على الأمم المتحدة وطريقة تعاملها من قبل مسؤولين لبنانيين. أنا هون بدي أرجع لك لنقطة تانية لموضوع الورقة البيضاء وموضوع النواب. يؤسفني أنه في مجموعة من النواب أو مجموعة من اللي مفروض هن مؤتمنين على تمثيل هذه الأمة انه هن عم بيروحوا يعرضوا اصواتهم للبيع، انه بيروحوا على السفارة الفلانية او مع السفيرة الفلانية او السفير الفلاني او الموفد الفلاني، وبيعرضوا انه انا مستعد صوت لسليمان فرنجي مقابل تعطوني وزارة معينة بالحكومة المقبلة، او حدا تاني بيقول انا بقدر مون على هول النواب مقابل بدل مالي يبلغ هالقد. هيدا الشيء عم بيصير، هيدا الشيء فكرهم هن ونحن ما بنعرف. بس هيدي فضيحة بالملف الرئاسي، يعني نحن هيدي فضيحة يعني، وللأسف نحن بس للمشهد مثل ما بيقولوا. مشكلة هذه الطائفة اليوم رقم واحد غياب القيادة هو سبب أساسي، وهيدا بده وقت ليتركلش بقية مجتمع، عشان كنت عم بحكي عن المجتمع ليفرز قيادات شيء، لأنه لما راح الأصيل أو راح اللي كان يمثل هذه الطائفة كل منطقة أدارت انتخاباتها كسنة بطريقتها. المشكلة الحقيقة أنه لم يترك لهذه الطائفة أن تنتج ما تريد، يعني في ناس ما بدها لا تشتغل ولا تخلي حدا يشتغل ولا تزيح من درب الشغيلة إذا بدي استعمل هذا المثل. اليوم بهذه الطائفة أنت حتلاقي في ناس شغلتها وعملتها أن لا يكون لهذه الطائفة أي حدا عنده مبادرة بدها تضرب له إياها، وللأسف هيدي منا من بقية الطوائف. أنا هي بعتبرها مسرحية. اليوم لو في نية داخلية بيجي كل إنسان، يعني الثنائي يدرك انه سليمان فرنجي ما حيكسر حاجز ال 64 صوت، ويمكن الفريق الاخر يدرك انه اذا مش بمرشح تحدي ما حيكسر حاجز ال 64 صوت، فهي تمثيليه. بدكم تتفقوا على قائد الجيش؟ تفضلوا اتفقوا. مين بيعارض قائد الجيش؟ حاليا الشباب كلهم عم بمرقوا ملفاتهم، عم بخلصوا كل ما بدهم يخلصوه من الحركات اللي عم بيعملوها، من فسادهم، من سمساراتهم، من الملفات الصغرى بفترة الفراغ الرئاسي. بس يخلصوا بتجي هذا الرئيس الجديد ورئيس الحكومة، يا منتفق مع البنك الدولي يا منشوف شو بدنا نعمل من اصلاحات، نرجع نستكمل دراسة ماكنزي او سادر او شو ما بدك.